قالت إدارة البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن أن معيار الكفاءة والصالح العام هما الحاكمان في اختيار الموظفين وتوزيع المهام، مؤكدة أن إدارة البنك استدعت نخبة من الموظفين النوعيين الذين كانوا في المقر الرئيسي بصنعاء، ولعبوا دورا هاما في تفعيل بعض القطاعات الحيوية للبنك المركزي بعد قرار نقله. جاء ذلك في بيان رسمي نشره البنك المركزي اليمني على موقعه الرسمي ردا على معلومات خبر نشرته صحيفة الأيام اليومية بشأن استقدام موظفين من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي واستبعاد الكوادر المنتمية للمحافظات الجنوبية رغم تفوقهم المهني.